مرحبا بكم متابعين قناة سمارة الفضائية، وياكم دكتورة مروة مروان من عيادة أشوارية. اليوم راح نحكي على جهاز الديرماجيت. بالبداية خلينا نعرف انه احنا بالآونة الأخيرة كل مشاكل الشعر اللي هي مثلا التساقط، ضعف بالبصيلات او غيرها، نلجأ لها احنا عن طريق حقن البلازما. البلازما اللي هو عبارة عن الدم، يعني ينفصل الدم عن البلازما ونرجع نحقنها بالشعر، تقوي تنطي تغذية للبصيلات حتى يوقف التساقط، حتى ينطيها من تغذية وطول وكثافة وغيرها. بس مثل ما نعرف انه هاي العملية تكون كلش مؤلمة، خصوصا انه المنطقة الفروة مال الشعر تأذي كلش. فجهاز الديرماجيت هو فد ابتكار جديد، جهاز كلش حديث، ينطينا نفس المفعول، نفس الفوائد اللي راح تنطينا اياها البلازما مال الشعر او حتى الميزو، بس راح تكون بدون ألم وما تحتاج ولا بيها اضرار ولا بيها اي يعني سايد افكت فشي اثر على البيشنت، وتكون يعني فوائدها كلش احسن من الحقن العادي. وعندنا النوع الثاني اللي هو الميزو، اللي يستخدمه واحد من انواع الميزو اللي هو الصبغات، اللي هو يحتوي على هواية من الاحماض الامينية والفيتامينات والمواد المفيدة للبشرة، اللي هنا راح نستخدمها احنا على الوجه، على منطقة يسموها الكلف او التصبغات اللي موجودة بالبشرة، اللي يكون سببها التعرض لأشعة الشمس أو التعرض للحرارة لأوقات كلش هواية. فهنا الحل مالتها حيكون نوع من أنواع الميزو الخاص اللي راح يعيد نضارة البشرة ويفتح المنطقة هواية، وبالتالي ينطينا نتائج كلش مرضية ومفيدة.